قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. أيها الحفل الكريم، يا فرسان المنبر الحسيني وساسة ميدان الوعظ والإرشاد والتبليغ، قد تشرفتم بحمل لقب الواعظ والخطيب والمبلغ، وهو من أعاظم الألقاب في العرف الإسلامي، وهو من شرائف المناصب الإلهية في سلم مراتب الدين الحنيف الذي جاء به الأنبياء، وكان هذا اللقب للأنبياء والرسل وخلفائهم والأئمة سلام الله عليهم. ومسؤوليتكم عظمى ومتاعبكم عالية وحملكم ثقيل، أعانكم الله عليه، كما تنتظركم إن شاء الله الدرجات الرفيعة في يوم الجزاء، فهنيئا لكم هذه المسؤولية وتلكم الدرجات.